التي تقودها الأرواح الملعونة وصولا إلى سفينة كوين ماري، وهي سفينة تعلو ليلا تأوهات بحارتها الموتى مرورا بسفينة ماري سيليست التي اختفى طاقمها من دون سبب ظاهر. يبدو أن ثمة نشاطا فائقا للطبيعة في المحيط أكثر مما في مدافن العالم، فهل يمكن أن تكون هذه الأساطير حقيقية؟ هل يمكن تفسيرها بالعلم والمنطق؟ أو ثمة فعلا شيء فائق للطبيعة يجري؟ البحر آخر حدود الأرض الحقيقية، وكان على مر عصور موضع ألغاز لا ينضب. فقد الملايين حياتهم بين أمواجه حتى أمست أسماء بعض الكوارث خالدة لا تنسى. غرقت سفينة لوزيتانيا وبيزمارك وتايتانيك، ومع كل منها غرق آلاف الأشخاص ليكون قعر البحر مدفنهم. ماذا حصل لهذه الأرواح الضائعة؟ على اليابسة نعهد بموتانا إلى اليابسة التي لا تتحرك، ولكن يظن البعض أن روح من يغرق في البحر لا ترتاح أبدا. يواجه الغارق مصير التردد في البحر إلى الأبد، أو حتى البقاء على متن السفينة التي حملته ذات يوم. يحفل تاريخ البحار بقصص الأشباح وأساطير السفن المسكونة التي تقودها أرواح من قضوا منذ وقت طويل. ولا ننسى قصص السفن الفارغة التي تطفو على الأمواج بحالة ممتازة، ولكن بعد اختفاء أفراد طاقمها بالكامل من دون تفسير. ليست كل هذه الأساطير من الماضي البعيد، فبحسب البعض ثمة أشباح مائية تطاردنا حتى اليوم. خذوا على سبيل المثال قصة سفينة كوين ماري المترفة الراسية الآن في لونج بيتش في ولاية كاليفورنيا. يتعدى طولها 4 شوارع ولها 12 رصيفا وأكثر من 1000 غرفة. كانت سفينة كوين ماري أكبر وأسرع من سفينة تايتانيك. على مر 4 عقود سيرت السفينة الرحلات بين بلدان العالم الغنية والشهيرة عبر المحيط الأطلسي، وقد كان عمل السفينة ممتازا من حيث حماية حياة من يتنقلون على متنها، ولكن لم ينجو الجميع من هذه الرحلة، بل مات المئات على متن سفينة كوين ماري او حولها، وثمة من يؤمن بان ارواحهم ما زالت عالقة هناك. في الواقع حظيت أشباح سفينة كوين ماري بالكثير من الحملات الإعلانية، إلى حد أنها أصبحت محطة روتينية من مسار مطاردة الأشباح. ثمة شبح جندي من الحرب العالمية الثانية يزعم أنه يظهر ويختفي من الأروقة المظلمة بحثا عن أفراد ثكنته الذين قضوا نحبهم في البحر. وثمة ايضا شبح العروس التي تمر عبر الجدران مرارا وتكرارا كأنها علقت في دائرة زمنية مفرغة وهي في طريقها الى المذبح. وثمة ايضا شبح جاكي، وهي الفتاة الصغيرة التي تتردد اصداء ضحكاتها واغانيها عند حوض السباحة في الدرجة الاولى. إريكا فروست دليلة الأشياء الفائقة للطبيعة وترشد السياح إلى الجانب الشبحي على متن سفينة كوين ماري منذ سنوات. علي الاعتراف بأن أغرب لقاء كان في الغرفة الخضراء، وهي غرفة جانبية في منطقة غرفة المغلات، ثمة حضور ذكوري في تلك الغرفة. كانت إريكا ترشد مجموعة من 15 شخصا يطاردون الأشباح في غرفة المغلات. كان معي نحو 10 أشخاص أو 15 شخصا يقفون أمامي
ووجوههم نحوي، وشعرت بحضور قوي علي. بدأ البعض باللهاث وقالوا إن حجمي وشكلي يتبدلان، قالوا إن طولي يصبح أكثر من مترين. إريكا مقتنعة بأنه كان ثمة روح عنيف غاضب يحاول اقتحام جسدها والسكن فيه. كان ذلك مخيفا جدا، وبعد حصول ذلك راح الزوار يختبرون المزيد من حوادث اللمس، حتى إن امرأة لمست وخلف ذلك أثر 4 أصابع على عنقها، وقد رأت المجموعة كلها ذلك. أشباح جنود وأشباح غاضبون وأشباح فتيات. تظن إريكا والآخرون أن هؤلاء أرواح من قضوا نحبهم على متن السفينة من المدنيين والجنود على حد سواء. عندما بدأت الحرب العالمية الثانية، كان القوات البحرية الأمريكية تسير سفينة كوين ماري وحولتها إلى سفينة لنقل الجنود، فراحت تنقل عشرات الألوف من الجنود في كل رحلة. كانت سفينة كوين ماري سريعة جدا وسهلة التسيير، إلى حد أنها كانت تستطيع عبور مياه تسير فيها دوريات غواصات ألمانية. وقد أعلن هتلر أنه سيدفع ما يساوي 3 ملايين دولار ونصف مليون لمن يغرقها، إلا أن أحدا لم يفعل. ولكن سفينة كوين ماري لم تنجو من المأساة. كانت سفينة كوين ماري تنقل في أحد أيام أكتوبر تشرين الأول من عام 1942 15,000 جندي، واصطدمت عرضيا بسفينة مرافقة تدعى كيروسوا. غرقت السفينة الصغيرة على الفور، وأمل الناجون أن تأتي سفينة كوين ماري لتنقذهم، ولكنهم عرفوا أنها لا تستطيع. فبسبب تنقلها في منطقة تسير فيها دوريات غواصات ألمانية، كان لديها أوامر صارمة بعدم التوقف. غرق 329 جنديا كانوا على متن سفينة كيروسوا. بعد الحرب راحت سفينة كوين ماري تنقل آلاف العرائس وأفراد العائلات من أوروبا وإليها. ويعتقد البعض أن جاكي كانت أحد أفراد هذه العائلات التي نقلتها السفينة بعد الحرب، ولأنها تلازم حوض السباحة يعتقد البعض أنها غرقت فيه على الأرجح. ويعتقد أيضا أن شبح العروس أيضا من تلك الحقبة، ربما كانت تعبر المحيط الأطلسي للقاء زوجها المستقبلي، ولكنها ماتت على الطريق بسبب المرض. أما الشبح الذي يرتدي البزة العسكرية فيظن أنه من ضحايا الاصطدام بسفينة كيوروسوا. قصص الأشباح كثيرة، ولكن هل سيظهر أحد الأرواح الليلة؟ ستصطحبنا إريكا في رحلة مطاردة للأشباح. هل من أسئلة قبل النزول؟ لا؟ حسنا اتبعوني رجاء. المحطة الأولى رواق تظن إريكا أن شبح ميكانيكي شاب يجول فيه. نحن على عمق نحو 3 أمتار تحت سطح الأرض، نحب النزول إلى هنا لأن شابا يدعى جون يحب العبث معنا من وقت إلى آخر. إنه في 18 من العمر وقد توفي في 10 من يوليو/تموز من عام 66 خلال عملية إجلاء روتينية للتدرب على الحرائق هنا عند سدود الماء الرقم 13. بحسب القصة كان جون يعمل هنا في غرفة المحرك عندما بدأت عملية الإجلاء. أدرك أنه نسي مفتاح البراغي فقفز بسرعة إلى الخلف عبر باب الإغلاق الهيدروليكي، إلا أنه أساء تقدير الوقت الذي يحتاج إليه للقفز فسحقه الباب حتى الموت. على غرار أرواح آخرين قضوا نحبهم على متن سفينة كوين ماري، يظن البعض أنه مقدر لجون البقاء على متن السفينة، وقد تحدث الكثيرون عن رؤيته وسماع صوته، فهل سيظهر لنا جون الليلة يا ترى؟ قد يبدو لكم هذا الآن ضربا من الجنون، لكنني سأناديه لأرى إن كان سيجيبنا أو يتفاعل معنا. نحن نعتمد عليك. هذه هي الغرفة، وهو عادة أكثر الأشباح الموجودة التي تتفاعل معنا هنا. حسنا جون، نريد منك أن تتحدث إلينا.
الآن إن كنتم تريدون التقاط الصور، ربما يشعر جون بالخجل، ولكن لأريكا أساليب أخرى للتحدث إلى الأشباح وهي عصي تحديد طرف المياه. ستحملون واحدة في كل يد وتديرونها بهذا الشكل لكي تمسكوها. هذا ممتاز. ما اسمك؟ جيب. جيب، سررت بالتعرف إليك. ليتكم تغمضون أعينكم قليلا ثم خذوا أنفاسا عميقة وانسوا تعب اليوم. جاهزون؟ حسنا جون، جيب هنا يمسك بعصي تحديد طرف المياه. هل تشير إلى وجودك هنا بتحريك هذه العصي؟ البعض منكم ثمة ما يتسلق ساقي. هل أنت بخير؟ نعم جون، أشعر بالبرودة على ظهري. نعم، عصي تحديد طرف المياه مذهلة. شكرا جون، نقدر لك فعلا وجودك هنا معنا اليوم. لاحقا سنحقق في كون هذه العصي فعلا تحركت بفعل يدي الميت منذ وقت طويل. عبر ضباب الأساطير البحرية تأتينا أساطير الأشباح المقدر لها أن تجول على متن سفن غير المحفوظة، ولكن بحسب البعض ثمة فئة مختلفة تماما من السفن المسكونة. إنها الآلاف من السفن التي تعج بالأشباح، إنها حطام السفن. يقدر أن ثمة 3 ملايين حطام سفينة في قعر مختلف محيطات العالم، حطام سفن كالتايتانيك ولوزيتانيا والجلايين الإسبانية وسفن صيد الحيتان القطبية وسفن القراصنة الكاريبية، كلها ضاعت في قعر المحيطات واختفى صوت أفراد طواقمها إلى الأبد، أو ربما لا. حطام سفينة رون من حطام السفن الأشهر في منطقة الكاريبي، ويقال إن أصداء أصوات من غرق معها لا تنفك تتردد هناك حتى اليوم. سفينة رون سفينة بخارية معدنية يبلغ طولها 95 مترا، وغرقت عند هبوب عاصفة عاتية عند جزر فيرجن البريطانية في عام 1867. تغطي اليوم أجزاء الحطام نباتات المرجان وأشكال الحياة البحرية الأخرى. يصطحب منظم رحلات غطس مئات الغطاسين يوميا إلى حطام سفينة رون. باري ميلر غطاس متمرس مع المجموعة. نزلت إلى حطام سفينة رون نحو 60 أو 70 مرة على الأرجح. في كل مرة أغطس فيها كنت أدخل وأتجه نحو القسم الوسطي الذي هو الأعمق بين أقسام الحطام. كنت أشعر بالخوف في الواقع. كانت ميليساندرو تقود رحلة غطس ليلية إلى حطام رون مع ثنائي مؤلف من بيتر وكارولاين. كان كل شيء يسير كالمعتاد لأن بيتر وكارولاين كانا صاحبي خبرة وكانا يستكشفان المكان لوحدهما إلى حد ما. يقول بيتر إنه شعر بمن يشده بقوة عند كتفه اليمنى من فوق بزة الغطس خاصته. نظر بيتر من حوله إلا أنه لم يرى أحدا. حصل ذلك مجددا بعد فترة قصيرة، وعندئذ خاف كثيرا. اتجه على الفور إلى كارولاين ثم نحوي ليشير إلي أنه سيصعد، وهكذا انتهت رحلتنا. اضطرب بيتر كثيرا إلى حد أنه أوقف رحلة الغطس في منتصفها. بحسب خبرتي الخاصة بحطام سفينة رون، سمعت أصوات تكسر وتأوهات وحشرجات خلال عمليات الغطس، كما أنني سمعت الكثير من الأصوات الخارقة للطبيعة، وتلفت يمينا وشمالا سائلة عما يمكن أن يكون مصدرها. تقول الأساطير المحلية إن 124 روحا تسكن السفينة، وهي أرواح من غرقوا معها. كانت سفينة رون فخر الأسطول البريطاني الملكي، وكانت سفينة بخارية معدنية نموذجية. كانت سفينة متينة منوطة بها مهمة نقل البريد والركاب بين إنجلترا ومنطقة الكاريبي.
في 29 من شهر اكتوبر تشرين الاول من عام 1867، كانت السفينة تتبع مسارها الاعتيادي متوجهة نحو جزر فيرجن البريطانية. عند الساعة 11 من قبل الظهر توقف البارومتر فجأة عن العمل. كان القبطان وولي قلقا بشأن سلامة المسافرين، ولكن كان الموسم قد تأخر وحل شهر أكتوبر تشرين الأول، ولم يتوقعوا ما كان على وشك الحصول، وهو في الواقع هبوب إحدى أسوأ العواصف التي شهدتها المنطقة منذ قرون. بحسب القصة، وفيما اهتاجت الرياح هربت كل سفن المبحرة في المنطقة. كان القبطان وولي متيقنا أن سفينته البخارية المتينة ستثبت في وجه العاصفة، لذا تابع سفينة رون مسارها. ولكن عندما رأى القبطان وولي السماء تنقشع فجأة، عرف أن العاصفة ليست مجرد عاصفة استوائية أخرى. هب إعصار، وكان مركزه فوق سفينة رون تماما. واجه القبطان وولي خيارا صعبا، وقام بما ظن أنه عليه القيام به، وطلب تقييد الركاب على أسرتهم المبيتة. كان ذلك الإجراء طبيعيا في تلك الفترة، والغرض منه الحماية من الإصابات خلال صخب العاصفة. ولكن هذا الإجراء استحال خطأ مأساويا في هذه الحالة. تمخضت البحار وارتفعت موجة عملاقة سحقت السفينة. عندما اصطدمت المياه الباردة بالمغالي الساخنة جدا تسببت بانفجارها، انقسمت السفينة إلى جزئين وغرقت على الفور. تصور نفسك راكبا مقيدا الى سريرك المبيت. لم يكن امامهم الكثير من الوقت ليتحركوا عند اصطدام موجة ارتفاعها 25 مترا بهم في خضم اعصار من الفئة الخامسة في اليوم 29 من شهر اكتوبر تشرين الاول من عام 1867. 124 شخصا بين الركاب وافراد الطاقم قضوا نحبهم، ولم ينجو الا 23 شخصا. ومنذ ذلك اليوم يستريح حطام سفينة رون في قعر المحيط قبالة جزيرة سولت بالتمام. قليلون هم الغطاسون الذين أمضى وقتا أطول في موقع الحطام من كيت برون. أمضت آلاف الساعات في سفينة رون وهي تقود إليها مجموعة الرحلات وتستمتع بمنظر الحطام. ذلك إلى حين التقت هي أيضا حضورا غريبا. بدأ ذلك خلال عملية غطس عادية، وكنت مع ثلاثة آخرين. نزلنا إلى الحطام، وفيما اقتربنا من فسحة الصارية شعرت كثيرا بالغرابة. وعند دخول باب السفينة الأرضي سرت القشعريرة في جسدي. سمعت حشرجة غريبة جدا. سمع الآخرون ذلك الصوت أيضا، ونظرنا جميعنا الواحد إلى الآخر. دام الصوت عدة ثوان ثم اختفى. شعرنا بأن ثمة شيئا لا يرغب في وجودنا. لا يسعني وصف ذلك. شعرنا بوجود شخص أو شيء ما كأنه ما كان يفترض أن نكون هناك في ذلك اليوم. هل يزعج الغطاسون الزوار الموتى يا ترى؟ هل يفسر ذلك الحضور الغريب والشد العنيف والصراخ؟ سنحضر الخبراء للتحقيق في هذا الموقع المسكون بالأشباح، ولكن أولا ماذا عن أرواح سفينة كوين ماري العالقة عليها؟ هل أنت بخير؟ مهلا. تدعي الوسيطة الروحانية أنها تستطيع التواصل مع الأشباح. شكرا جون، لم يكن ذلك محبطا. كثيرة هي الأسباب التي تجعل الناس يرغبون في الإيمان بالأشباح. أحد هذه الأسباب هو رغبتهم في الإيمان بالحياة بعد الموت، وفي أن ثمة شيئا بعد هذه الحياة. وسبب آخر هو أن مخيلة البشر واسعة، وعندما يرون أو يسمعون شيئا يسارعون إلى الظن بأنه شبح. عندما حاولت أريكا التواصل مع جون شبح الباب 13 لم تلقى أي جواب. حسنا جون، نريد منك أن تتحدث إلينا.
أظن أن إريكا لم تتمكن من التواصل مع جون لأنه لم يكن حاضرا هناك بكل بساطة. يدعي الكثيرون أنهم يستطيعون التحدث إلى الأشباح، ولكن غريب أن أحدا لا يستطيع برهنة وجودها. لا يستطيعون إلا التحدث إليها، ولكن لا يبدو أنها تجيب. ولكن ماذا عن عصي تحديد مستوى المياه التي استعملتها إريكا؟ لم يقتنع بها بن راتفورد المشكك. تدعي أن عصي تحديد مستوى المياه تتشابك مثلا عندما يكون ثمة إجابة إيجابا أو سلبا، ولكنهم بالأساس يخدعون أنفسهم لأنهم لا يجدون الأشباح ولا أدلة على ذلك. يدعى هذا التأثير اللاوعي، فمن يحملون العصي يجعلونها تتشابك بشكل غير واع لأن لديهم فسحة واسعة للتحرك فيها. هل من طريقة لإطلاق الطاقة؟ عندئذ يرون ذلك ويفكرون في أن العصية تتشابك وفي أن ذلك غريب. لا يدركون أنهم من يقومون بذلك ويعتبرون ذلك إشارة من الروح. هل أنت بخير؟ حسنا. تشابك العصي أو عدمه قد يعني أي شيء ترغب فيه. إنه في 18 من عمره، في 18. إذا تحركت عصي تحديد مستوى المياه لأن جيب تحرك. أظن أن جيب يستحق تصفيق على ذلك، كان ذلك ممتازا، شكرا. ثمة عنصر حب العرض هنا، هذه تسلية. ما سيكون ردي على المشككين؟ أقول إن هذا رائع. أقول إنه من دون المشككين لن تطرح علينا هذه الأسئلة اليوم. إن لم يكن ثمة طريقة لتفسير الأمر بالكامل لكنا نواجه شيئا ذا معنى هنا. تشكل أشباح سفينة كوين ماري مواضيع جيدة للقصص وأيضا للأعمال المزدهرة، ولكن ماذا عن الأشباح التي تتحرك في الليل على عمق 20 مترا تحت سطح المياه؟ أثناء الغطس بين حطام سفينة قبالة جزر فيرجن، تزعم كيت برون أنها شعرت بحضور فائق للطبيعة. تقول إنها شعرت بحضور شبح يراقبها، ثم سمعت حشرجة مرتفعة. وهذه الحشرجة هي أكثر ما أخافها، ولكن هل يمكن أن يكون شبح قام بهذا الصوت؟ أتينا بخبير الأصوات تحت المياه بيتر شايفلي من أجل التحقيق في الموضوع. يستعمل بيتر والعامل التقني مارك هاسكنز أدوات مزج صوتي لمحاكاة الأصوات تحت المياه، وولد ما يشبه الصوت الذي سمعته كيت. إذن يا مارك، لنلعب الصوت الذي لدينا هنا. هذا هو الصوت الذي نظن أن كيت سمعته أو ربما سمعت صوتا مشابها. لا يجيد البشر تفريقة الأصوات تحت المياه لسببين. الأول هو أن الأذن البشرية لا تناسب سماع الأصوات في البيئة المائية، والسبب الثاني هو الصوت العام في المحيط. مع أن كيت غطاسة محترفة، تبقى أذانها على غرار كل الأذان البشرية غير مناسبتين لتفريقة الأصوات تحت سطح الماء. إذن ما الذي أصدر ذاك الصوت المزعج؟ تستطيع الحيوانات الثدية المائية إصدار أصوات مرتفعة جدا، ولا سيما الحيتان الكبيرة. تمر الحيتان الحدباء قبالة جزر فيرجن كل سنة، وأغانيها معقدة جدا. سمعت كيت أغنية الحيتان من قبل، ولكن يمكن أن يكون حوت قد اقترب تلك الليلة من حطام سفينة رون إلى حد غير اعتيادي. هذا الصوت مخيف. لنقل مثلا انك غطاس في داخل حطام سفينة تحت المياه كسفينة رون، ويمر حوت احدب مصدرا هذا الصوت الذي يمكن ان يكون مرتفعا جدا. إن كنت في مكان لا تستطيع رؤية الحيوان منه كداخل نفق مثلا، تشعر فجأة بأنه لا يمكن تفسير ما حصل. هذا بالضبط ما يحدث. إذن كان شبح روم من وجهة نظر بيتر مجرد زعانف وقشور ونبض. مع ذلك
نلاحظ أن الأصوات المخيفة والظواهر الغريبة تترافق دائما مع الأساطير البحرية. فهل ثمة ألغاز دفينة هنا لا يستطيع العلم تفسيرها؟ منذ أن اجترأ الإنسان على الإبحار ترددت أصداء رؤية الأشباح والسفن المسكونة والوحوش من أعماق البحار. مهما كان نوع السفينة المبحرة تبقى هشة ضعيفة في مواجهة المحيط العظيم، فمع كل موجة يأتي الخطر واحتمال وقوع كارثة. قبل عصر أقمار الجو الصناعية وأنظمة تحديد المواقع الشاملة، كان البحارة يستقون المعلومات من الأساطير والأخبار لتفسير ما لا يمكن تفسيره. أخبر هوميروس في ملحمته الأوديسية عن دوامة عملاقة تبتلع السفن كاملة، وعن سيلة الكائن العملاق الذي يجر البحارة إلى موتهم. وكنا نستطيع أن نرى عبارات ثمة تنانين هنا فوق رسوم المياه المجهولة على الخرائط القديمة. واستمرت أخبار الوحوش البحرية المماثلة حتى القرن التاسع عشر. هذا المحيط هو المكان الأغرب الذي نعرفه على الإطلاق، ونحن نعرف عن الفضاء أكثر مما نعرف عن قعر المحيط. كان البحارة على متن السفن خائفين معظم الوقت، لأن الكثيرين منهم لا يجيدون السباحة، وكانوا يرون الكثير من الأشياء الغريبة تظهر من تحت المياه كخراف البحر مثلا التي كانوا يخالونها حوريات، أو الحبار الذي كانوا يظنونه وحوشا بحرية، فكان ذلك يؤثر فيهم كثيرا ويخيفهم. من أجل تحصين أنفسهم ضد أخطار البحار، كان البحارة يعتمدون على الأساطير غير الملتزمة بحدود الزمن. كانت تلك القواعد تسير حياتهم حتى موتهم، والبعض منها ما زال يطبق حتى اليوم. لاري بازال قبطان سفينة صيد أسماك في المحيط الهادئ. طلب مني القدامى الذين رافقوني للصيد عدم القيام بالكثير من الأمور كعدم الصفير في البحر مثلا، زاعمين أن العواصف تهب عندئذ وينبغي أن تكون الأغطية موضوعة بشكل صحيح لكي لا ينقلب القارب. واللائحة لا تنتهي، إذ يقال مثلا إن النساء المسافرات على متن سفينة يجلبن الحظ السيء، وكذلك الكهنة والصهباويين. تقول الأساطير أن القروش تشعر بمن شارف الموت، لذا ملاحقة القروش للسفينة نذير شؤم. وطيور النورس تحمل أرواح البحارة الموتى، لذا لا يفترض قتلها يوما. لا يغادر المؤمنون بالخرافات الموانئ يوم الجمعة، وهو اليوم الذي صلب فيه المسيح. ويرفض أيضا الكثير من البحارة تعلم السباحة، زاعمين أنه في حال تذوق البحر الإنسان سينتهي بابتلاعه. يمكنك أن تقرر الانطلاق أو لا، ولكن عندما تتخذ القرار تخرج الأمور عن سيطرتك، والخرافات تمنحكم شيئا تلومونه على الحظ العاثر أو الجو أو الرياح، وهي تساعدكم على التأقلم مع شيء لا تستطيعون التأقلم معه بأي شكل من الأشكال. يمكن اختصار كل قواعد البحر بقاعدة واحدة، وهي احترام قدرة المحيط. فالشيء الوحيد بينكم وبين الأهوال المخيفة التي في الأسفل هي السفينة. عندما تلتقي سفينتان في فسحة المياه الشاسعة، يحيي أفراد الطاقم بعضهم بعضا تقديرا للجهود المبذولة من الطرفين. لذا أكثر المشاهد المخيفة التي يمكن أن يراها بحار في عرض البحر هو مشهد سفينة لا أحد على متنها. إنها السفن المسكونة، ويزعم البعض أن أرواح بحارة مات منذ زمن بعيد تسيرها، ويظن آخرون أنها سفن منسية تسير قدما بحثا عن طاقمها الضائع. من أين تأتي هذه السفن المتداعية؟ يسهل أحيانا تفسير ذلك. قد يظن أفراد الطاقم أن قصورا ميكانيكيا كبيرا جدا سيتسبب بغرق السفينة فيغادرونها، ولكن هذه السفن تبقى عائمة أحيانا.
وقد تصطدم الأمواج بالقوارب الأصغر حجما لتحول قارب رحلة استجمام بلحظة إلى سفينة مسكونة. ولكن لا يسهل أحيانا إيجاد تفسير لأرصفة السفينة الخالية وأسرتها الفارغة. وربما أغرب السفن المسكونة التي تم إيجادها يوما هي سفينة ماري سيليست. في عام 1872 كانت سفينة ديغراتيا الثنائية الصواري تبحر على بعد مئات من الكيلومترات قبالة ساحل جبل طارق، ورأى قبطانها مورهاوس سفينة أخرى ثنائية الصواري على بعد نحو 8 كيلومترات. كانت السفينة مجرد نقطة في الأفق. من هي يا ترى؟ عندما وصلوا إلى هناك رأوا مشهدا مخيفا. كان ثمة قاعة ممزقة تتدلى من الصواري، وكانت دفتها تدور من دون توقف. كانت البوصلة والعلبة التي تحملها محطمتين وعلى الرصيف. وجدوا خارطة رسم عليها خط حتى جزر أزوري، وكانت السفينة آنئذ على بعد 500 كيلومتر تقريبا من هناك، وتتوجه عائدة إلى جزر أزوري. اختفى أفراد الطاقم، أما حمولة السفينة المؤلفة من مئات براميل الكحول فبدت كما هي. خلف أفراد الطاقم مختلف أغراضهم الشخصية وآلات الرصد الجوي. وبحسب القصة التي سردت على مر السنوات، كان ثمة وجبة تحضر في المطبخ مع الشاي الساخن وما إلى هنالك. أظن أن هذه الأمور تعني أنهم نووا العودة ولم يظنوا أنهم سيتأخرون. لم يأخذوا أي تدابير وقائية ولم يربطوا الدفة. إن كان أفراد الطاقم سيغادرون السفينة ويبتعدون عنها، يربطون الدفة. أحضر أفراد طاقم سفينة ديغراتيا سفينة ماري سيليست إلى أقرب ميناء في جبل طارق، حيث انتشرت أخبار السفينة الشبحية بسرعة البرق. ماذا حصل لأفراد طاقمها؟ لم يرى أحد بعد ذلك اليوم القبطان بنجامين بريغز وزوجته وابنته والبحارة السبعة الآخرين. عندما يرى المرء سفينة تطفو على المياه ولا يعرف أبدا إلى أين ذهب طاقمها، يطلق العنان لمخيلته من أجل أن يجد مكان اختفائه. وهذا ما حصل مع قصة سفينة ماري سيليست. كل شيء نفكر فيه مجرد احتمال. ادعى القبطان مورهاوس الذي وجد سفينة ماري سيليست ان عليه الحصول على مكافأة لانه احضر السفينة ثنائية الصواري وحمولتها الى الميناء، الا ان السلطات شكت في الامر. هل وجد القبطان مورهاوس السفينة المهجورة بكل براءة؟ كانت المشكلة انهم لجأوا الى المدعي العام في جبل طارق، وكان يدعى فريدريك سولي فلاد، وشعر هذا الاخير على الفور بان ثمة خطبا ما، وبان السفينة في حالة ممتازة، وان الجماعة احضروها بسهولة، وان طاقم سفينتي ماري سيليست وديغراتيا متواطئون، وقاموا بذلك ليطالبوا بمكافأة ويقتسموا المال. دعا المدعي العام سولي فلاد الى جلسة استماع، الا ان المحققين لم يجدوا اي دليل على محاولة خداع التأمين. كانت وسائل الاعلام تنشر اخبار جلسة الاستماع يوميا مع ادلة مثيرة للاهتمام يوما بعد يوم، كالسيف الدامي الذي زعم المحققون انهم وجدوه في مقصورة القبطان والدماء على اطراف السفينة. شك المدعي العام في محاولة خداع، وراح الناس يفترضون هوية المسؤول. هل تمرد طاقم السفينة ثم هرب؟ ولكن لما لم يتم إيجاد أي دليل آخر على العنف؟ أسفرت جلسات الاستماع الخاصة بالحصول على المكافأة عن جعل إي جي سيمبسون والقبطان بنجامين بيكس مع أنه ميت من المشاهير العالميين.
عندما بلغت سفينة ماري سيليس أوج شهرتها، تم نشر مقال في مجلة بريطانية وعنوانه إفادة جاي هاباكوك جيفسون. كانت هذه الإفادة اعترافا وقصة رعب في آن واحد. ادعى جيفسون أنه كان راكبا على متن سفينة ماري سيليس. كتب أن السفينة كانت ملعونة منذ البداية، وأنه كان ثمة راكب يهدد آل بريكس وأفراد الطاقم، وقد قتلهم جميعا في النهاية. كشفت إفادة جيفسون حقيقة اللغز أخيرا، ولكن هل كانت صحيحة؟ صحيحة أم لا؟ كانت السفينة شهيرة بكونها ملعونة. كانت سفينة ماري سيليست مضطربة من البداية. عندما تم بناؤها يقول البعض إنها أبت النزول إلى المياه لثلاثة أيام. كان الناس يدفعونها وهي ترفض التحرك. خلال رحلتها الأولى مرض القبطان بعد يوم من مغادرتها الميناء. اشتد مرضه إلى حد أنه مضطر إلى العودة ونقله إلى منزله حيث توفي. يقال حتى إن بنجامين بريكس قبطان سفينة البديل كان ملعونا، فقد توفي أقرباؤه جميعهم بشكل مخيف في البحر. ويزعم البعض أن ثمة بحارة رفضوا وظائف مرتفعة الأجر على متن السفينة لأنهم كانوا مقتنعين بأنها ملعونة. أكانت ملعونة أم لا؟ حصل شيء غريب لسفينة ماري سيليس، ولكن ما هو؟ قد تبدو السفن الكبيرة الخالية من طاقمها ظاهرة قديمة من أيام المستكشفين الشجعان في السفن الكبيرة، إلا أن السفن المسكونة ما زالت تظهر حتى اليوم. كان الثامن من يناير كانون الثاني من عام 2003 يوما مثاليا للصيد، وعلى بعد 270 كيلومترا عن الساحل الأسترالي. كانت سفينة هاي ايم 6 محملة بكمية كبيرة من اسماك التونة، ولكن كان ثمة خضب ما لان الاسماك تتعفن. كان خزان الوقود فارغا ولا طاقة في السفينة، اما الطاقم فمستحيل ايجاده. مع ذلك كانت السفينة في حالة ممتازة للإبحار، وأغراض أفراد الطاقم الشخصية في أماكنها بالتمام. لم يكن ثمة أي آثار تشير إلى مواجهة ولا أدلة جو سيء. بعد عدة أسابيع من اكتشاف السفينة الشبحية وجدت السلطات الأسترالية دليلا أساسيا. قالت عائلة لين تشونغ لي مهندس سفينة هاي ام 6 المفقود انها تلقت فاتورة هاتف خلوي لارقام تم الاتصال بها بعد اختفائه. كان ثمة من يملك هاتف تشونغ لي ولم يكن هو. خلال مسار سفينة هاي ام 6 الاخير مع الطاقم على متنها، من المرجح انها كانت تحاول ان تسبق سفينة ما. كانت قوة الدفع عند أقصى حد ونفذ الوقود من السفينة. من الممكن أنه من كان يقود السفينة الثانية شخص شبيه عصري للقرصان بلاك بيرد. ترافقنا القرصنة من بداية الملاحة وما زالت حتى اليوم. ربما اختطف القراصنة افراد الطاقم ورموهم في المياه، ثم اخذوا السفينة وعندما انتهوا منها ابتعدوا عنها وخلفوها سفينة شبحية. في الواقع باتت القرصنة اليوم مشكلة اكبر مما كانت في الماضي، وقد تضاعف عدد حوادث القرصنة في البحار مرتين خلال السنوات العشرين الاخيرة.
فهل يمكن أن يكون القراصنة مسؤولين عن لغز سفينة ماري سيليست أيضا؟ يتخفى القراصنة منذ القرن الثامن عشر. ولكن في الفترة التي قامت فيها سفينة ماري سيليست برحلتها المشؤومة، كانت هجمات القراصنة نادرة جدا. كانت فكرة سيطرة القراصنة على السفينة فكرة قديمة، وكانت هذه المنطقة في شمالي المحيط الأطلسي مشهورة بالقراصنة منذ عشرات السنين. كانوا يأتون ويستحوذون على السفينة ثم يبيعونها في الميناء التالي، وكانوا أحيانا يأخذون أفراد طاقم السفينة كعبيد، ولكن هذا ما عاد يحصل منذ وقت طويل. إن لم يكن القراصنة مسؤولين، ماذا حصل للأشخاص الذين اختفوا؟ أربك اختفاء أفراد طاقم سفينة ماري سيليست وركابها المحققين وأذهل الجمهور. شك البعض في وقوع جريمة، إذ وجد الخنجر الملوث بالدماء في مقصورة القبطان والدماء على أطراف السفينة. كان يصعب القول إن كان ذلك دما أو صدأ. قد تكون الدماء التي وجدوها على الأطراف من صيد الأسماك وفغرها لأكلها. إذن ما الذي تسبب باختفاء أفراد الطاق، وماذا عن أسطورة جي هاباكوك جيفسون التي تم نشرها في مجلة لندنية؟ ادعى جيفسون أنه كان راكبا على متن سفينة ماري سيليست، وأنه الشاهد الوحيد على مقتل أفراد الطاقم على يد قاتل مضطرب عقليا. أخبر قصة مذهلة ومقنعة إلى حد كاف، إلى حد أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية أطلقتا التحقيقات للعثور على جيفسون، واكتشفتا أنه والدة خيال كاتب شاب يدعى آرثر كونان دويل. تلقى الكثير من التهنئة على قصته هذا، إلى حد أنه اخترع اسم محقق جديد هو شيرلوك هولمز. ترك دويل إفادة جي هاباكوك جيفسون من دون توقيع من أجل توليد تدافع إعلامي يستطيع استغلاله لاحقا، وهذا ما حصل فعلا. كانت الإفادة كلها من نسج الخيال، بدءا بالراكب جيفسون وحتى فنجان الشاي الساخن، مرا بجريمة القتل العنيفة. إلا أن الواقع يبقى أنه عثر على سفينة ماري سيليست فارغة، لكنها صالحة للإبحار في شمالي المحيط الأطلسي. إذن ماذا حصل لأفراد الطاقم والقبطان وعائلته؟ يظن الصحفي والكاتب براين هيكس أن حمولة سفينة ماري سيليست هي الدليل الأساسي. من أكثر الأمور المثيرة للاهتمام التي وردت في تقرير المراقبين في جبل طارق كانت براميل الكحول الأربعة أو الخمسة التي تسرب محتواها إلى السفينة. لسنوات طويلة كان الناس يظنون أن الكحول تستعمل من أجل الشراب فحسب، ولكن سفينة ماري سيليست كانت تأخذ معظم حمولتها من هانترز بوينت الذي كان حديقة صناعية. لم يكونوا يصنعون المشروبات الكحولية في ذلك المكان، بل كانوا يصنعون هناك الفورمالدهايد والإيثانول وما شابه. تقول النظرية انه عند اقتراب سفينة ماري سيليست من ازوريس هبت عاصفة رهيبة واجبرت افراد الطاقم على البقاء داخل السفينة، وفي خضم العاصفة تكسر بعض براميل المواد الكيميائية وتسرب الدخان السام عبر السفينة. قد يجعلك هذا الدخان تصاب بالدوار والهلوسة ورائحته ليست زكية. عندما تحسن الجو هرب افراد الطاقم اخيرا، سارعوا الى قارب النجاة الوحيد وهم ينوون البقاء خلف السفينة حتى يختفي الدخان منها. الا انهم لم يرفعوا الاشرعة العليا، وما تهبت الرياح بدأت سفينة ماري سيليست تسرع
وكان من المستحيل اللحاق بها. يقول هيكس ان قارب نجاة صغيرا محملا لا يستطيع التحرك بسلاسة فوق المياه حتى لو كان ثمة من يجره، ويصبح كالوزن الجامد يشد الحبل الذي يجره الى حد الانقطاع. اذا انقطع الحبل واضطروا الى البقاء في قارب النجاة والنظر الى سفينتهم تبتعد وتتركهم في وسط المحيط في قارب صغير. عندما وجدت السفينة كان الدخان السام قد تبدد منذ وقت طويل، وافراد طاقمها على بعد مئات الكيلومترات بل الالاف. لابد من انهم قضوا نحبهم بسبب الجوع وغياب ما يحميهم. تحمل ماري سيليست ورون وكوين ماري في جعبتها قصص المغامرة والمخاطرة والألغاز. إلا أن التدقيق في ماضيها يظهر أن الأساطير المنسوجة عن السفن ليست إلا ضبابا في ليلة مظلمة، ولربما مثيرة للاهتمام بنفس القدر.